شرحنا حقيقة للسيد عضو مجلس السيادة كل الأنشطة وكل الانتحاكات التي تمت داخل المحمية، وحقيقة مشكور سعادته، رحب بالفكرة ووعد بأنه هيدعم هذه الفكرة وهيقيف معانا لحد النهاية حتى نستعيد محمية الردوم إلى سابق أهدها. وهنالك دواعي دعت اللجنة العلمية الخاصة التي أنشأت في ذاك الوقت لتمديد محمية الدندر، وحقيقة تفحم الوضع، ونسبة لأنه الحيوانات البرية بتهاجر من المنطقة بتاعت الكور زون إلى المنطقة بتاعت البوفر زون والمنطقة بتاعت الترانزيشنال زون في الفترة بتاعت الخريف، وبناء على هذا الأساس اللي هو تم تمديد مساحة محمية الدندر. والحمد لله سبحانه وتعالى أنه وعدنا أنه المحمية تظل بحدود الحالية لا تغول عليها، وإنما وعد بأنه هو حيدعم كل الجهود المبذولة تجاه المحميات الطبيعية في السودان والبيئة والموارد الطبيعية بصورة عامة.